الخبير النفطي عبد الرحمن عيا يؤكد أن المعطيات كافة تشير إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 62 دولاراً خلال أشهر، وذلك لعوامل عدة أهمها إمكانية تمديد الاتفاق النفطي الذي بات حاجة للمنتجين الذين يحتاجون إلى متوسط 75 دولاراً على الأقل لمواجهة العجز، علماً أن السلطنة وضعت موازنتها على أساس سعر وسطي للنفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وحتى الشهر الجاري بلغ متوسط سعر نفط عمان بحسب أشهر التسليم 50 دولاراً و40 سنتاً للبرميل.